عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، ورضي الله تعالى عن صحابته وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان. يوم عرفة، ذاك اليوم المشهود، في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فواصل المسير حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنميرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 100,424 أو 44,000 من الناس، فقام فيهم خطيبا وألقى خطبته المشهورة بخطبة الوداع، مما قال فيها: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، ورب الجاهلية موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم، وأطيعوا أولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويشير بها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا في يوم عرفة، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحس أنه سيكون آخر عهده باللقاء مع مثل هذا الحشد من صحابته وأتباعه، ولذلك أوصاهم وعلمهم وأرشدهم ووجههم هذا التوجيه السديد. ونحن عندما نذكر يوم عرفة نذكر أفضل الأيام وأبركها، فليس ثمة يوم طلعت فيه الشمس أو غربت هو خير من يوم عرفة أبدا، لأنه يوم تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع علي أيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران،
وقد ورد أنه ما رؤي إبليس في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيض من عشية يوم عرفة. وقد صح أيضا أن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إن يوما كهذا حري بنا أن نتعرف على مزاياه ونترقبه ونكرم وفادته ونحسن استقباله، خاصة بعد أن تضافرت الأدلة على فضله. فإذا كان عرف فيما مضى يحل بنا وحجاجنا في جباله شعثا غبرا يستمتعون بإحرامهم، وكنا نتابع مناسكهم ونعيش معهم ومع دعواتهم عبر الفضائيات، فإن هذا العام يأتي على غير عادته، حيث الحجاج قابعون في بيوتهم بسبب جائحة كورونا المستجد التي لا تزال تخبط خبط عشواء فتصيب الملايين وتفتك بالآلاف. ولكن هذا لا يمنع من أن نكون في الموعد مع هذا اليوم العظيم فنستشعر عظمته، فإن العاجز من حرم خير الله في يوم عرفة. فقد روي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه رأى سائلا يسأل يوم عرفة فقال: يا عاجز يا عاجز، في هذا اليوم تسأل غير الله؟ فاجعل هذا اليوم لله ولا تنشغل بغير الله، عسانا أن ندرب أنفسنا على الانشغال الدائم بالله في حياتنا. يوم عرفة يوم التكبير، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يوم ترجى إجابة الدعاء فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإنه يوم الصيام بامتياز، فقد أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفة أفضل الصيام في الأيام، وأوضح ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله أكبر. ولا بأس باقتراح برنامج عملي لاستثمار هذا اليوم الذي يحل بنا يوم الخميس المقبل 9 ذي الحجة الموافق 30 يوليوز من هذا العام الجاري. هذا البرنامج نبينه فيما يلي: أولاً، تبييت نية صيام هذا اليوم والاستيقاظ لتناول وجبة سحور خفيفة لأن السحور بركة. ثانياً، صلاة ركعات كقيام لليل، ثم صلاة الوتر لمن لم يكن قد صلاها مع أذكار الصباح والاستغفار والدعاء. ثالثاً، ركعتا الفجر وصلاة الصبح والاعتكاف إلى الشروق. رابعاً، الإكثار من أنواع الخير ولو بإمساك اللسان وغض البصر وحفظ السمع وسائر الجوارح من اللغو. خامساً، أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها مع قراءة الورد اليوم من القرآن الكريم. سادساً، الحرص على قضاء وقت ما بعد العصر قبل الغروب في أذكار المساء والدعاء وصلة الرحم وعيادة مريض عن بعد، ثم تعجيل الفطور وصلاة المغرب، وبعده الاستعداد لاستقبال يوم النحر، يوم الأضحى، يوم العيد ببهجته وزينته، والحرص أن يكون الفقراء والمعوزون شركاء في أفراحنا ومسراتنا.